مرحبا اخوان، اليوم حلقتنا راح تكون عن اكل قوات التدخل السريع في الجيش الروسي. اوكي اخواني، هسه هاي هي وجبة الجيش الروسي اللي مثل ما قلنا هي وجبة اكل وحدة، وطبعا مثل كل اكلات الجيش الروسي تنفتح من هالصفحة، نفتحها بالشكل، نطلع صندوق، وبعدين مثل ما قلنا هذا يصير للزبل بعدين. فهنا هاي العلبة نشوف شنو مكوناتها وبعدين نشرحها واحدة ورا الاخرى. هذا الفرن، هذا ما نعرف شنو، كلهم طبعا ما نعرف. هذا اعرف انه شاي، هذا هنا هو عصير، هذولا مجرد انه تنظف ايدك بيهم. هذا حبايات، هاي الوجبة الرئيسية، وهاي مخلينا هنا شوية بسكت، وهنا مخلينا الخاشوقة، هذا شكر. فاخوان مثل ما قلنا هذا اللي تحتوي وجبة الاكل وحدة، اذا هي غدا اذا هي عشاء، بس على كل هذا هو طبعا فلفل اسود، وهنا عندنا شوية شكر، وهنا عندنا الشاي اللي هو بس تشيس ما شاي موجود هنا، نقدر نستعمله هسه، نقدر نخليه هنا، نخليه هنا ونخلي شوية مي حار الى ان يصير. بعدين هنا طبعا هو هنا حاطين البسكت، هما طلع واحد من عندهم نخليه هنا، وهاي هي المربى اللي تخليها على البسكت وتاكل. هذه هي المربى اللي هي ما نعرف هي شو اسمه، تفاح او اي شيء اخر، تين ما نعرف. هنا مثل ما قلنا هي تنظف ايدك، اوراق اللي بها كحول حتى تنظف ايدك. طبعا المشكلة ويا الاكل الروسي والاوكراني وهذولا انه ما تفتهم شنو نوعية الاكل، هذا هو مجرد انه يستعملون ويا البسكت، بس شنو محتوياته ما نعرف بالضبط، بس لذلك ما راح اجرب بغير بس الشغلات اللي نعرفها. هنا طبعا هم يسوون قطع لوف، هذا نفس الشيء. هنا بنشوف خلينا نشوف شكو وش بي ما بي. هنا بعدس، يبين عدس، نشوف اذا اكو بي شي جوا، ماكو شي جوا، فبس عدس، يمكن بقطع لحم صغيرة بس ما نعرف. فالطريقة اللي هنا هم مخلينا انه نحميه هو انه نستعمل هذا الفرن. هذا الفرن هو الفرن اللي يستعمله قسم من الجيوش، طبعا هذا واحد صغير كلش، بس هو بالنسبة لهم يفي بالغرض. هذه هي قطع مثل النفط او الغاز، وطبعا الفرن جوا، فراح نسوي هنا بس نشعله ونخلي، نشوف شلون راح نخلي كل هاي القطع الكبيرة عليه. فهاي هنا تصير هيجي هيجي، أو بالحقيقة هذول ينزلون جوا، هذول يصعدون فوق، يا هيجي خليه هنا. هذا هنا هسه هسه صار عندنا طباخ فرن، وهذا مجرد نخليه فوقه. ايش قد راح ياخذ وقت، لان هذا كبير هذاك صغير ما نعرف، بس المهم هو هاي الطريقه اللي يحمون الاكل بالجيش. هذا يحتاج يحموه، من ما يحتاج ما نعرف، لان اصلا ما نعرف شنو محتوياته. فدشوفون شلون النار دا تكبر، دا تصير اقوى. هسه هو صار حار من جوا، بس اكيد ياخذ وقت هوايه الى ان دا يصير. هنا أنا الشاي همينه راح يصير شاي عادي، شاي اسود يعني، مو شاي اخضر. هاي هم طفيناها، بقى هذولا نشوف حاطين قطعتين اللي هو الكلينكس المبلل، حتى من تخلص تمسح ايدك وتنظف ايدك، و هو ما بي ريحة، بس يعني
مبلل يعني يكفي انه اذا ماكو ما يتغسل او تسوي اي شيء، بس هذا موجود. فهاي كانت جولة سريعة عن وجبة الجيش الروسي قوات التدخل السريع. هاي وجبتهم السريعة، وجبتهم الجاهزة اللي هم يعتقدون انه كافية الجندي بوقت الواجب. ألف شكر على المتابعة، نلتقيكم مجددا، نشوفكم بحلقات جديدة، مع ألف سلامة.